والله مش عارفة، عارفة انتي خايفة مضطربة، بس في نفس الوقت انا عارفة ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس والجمهور يا رب بإذن الله. الترابط الكبير اللي بينها وبين اخوها نفس الترابط اللي بيني وبين اختي، يعني ممكن هما الاتنين يضحوا بحاجات في حياتهم عشان خاطر هما ما بيحبوا بعض. دور شعبي، بنت شعبية جدعة، بنت بلد جدعة. انا مرعوب، يعني عايز اقولك ان يا رب يا رب النتيجة تبقى مرضية بعد المجهود الفظيع ده وبعد السنين الشغل دي، ويا رب يا رب ان شاء الله الفيلم يعجب الناس، ويا رب يبقى فيه نجاح، لان فعلا انا بتمنى النجاح من عند ربنا. يعني اولا فكره النجوم اللي من جيلي اللي بتخاف من البطوله، اوكي، وفي نجوم اقل من جيلي ولسه من قريب وربنا كرمهم، فهي فكره الناس هتحبك في ده ولا لا. انا اللي عجبني في الورق ان انا دايما في التمثيل ببقى قريب للناس قوي، بحب الادوار اللي هي الطبيعيه اللي مفيش فيها تكلف يعني. فشخصيه محمود في الفيلم كده عيل ابن بلد وغلبان جدا واتخرج ونفسه يشتغل، وعشان هو طيب بياخد على قفاه كتير قوي قوي. اتأثرت يعني شفتي، فيا رب ده يبان يعني. زائد ان علاقته كمان بخطيبته علاقه جميله مفتقده للفلوس عشان يقدر يتجوزها، 10 سنين خطوبه، ف النديه اللي بيني وبين علا غانم طول الوقت في الفيلم دي عامله لي حاله من الانبساط جميله جدا. والله طبعا وائل علاء صديقي، وكان اول حاجه ليه طبعا فقلنا لازم نبقى جنبيه، فقال لي طبعا واشتركت في الفيلم، لقيت الدور كويس جدا، طالع صديقه وصاحبه وسواق توك توك، وفي رساله في الاخر بنقولها في الفيلم طبعا مش عايز احرقها لما نشوف الفيلم. بالنسبه للورق انا ترشحت عن طريق وائل علاء اللي هو البطل بتاع الفيلم وعلا غانم، ولما قريت الورق كان في شويه حاجات عايزه تنثبت. هو ورق كوميدي لايت، ناجي ورق كوميدي لايت، فان شاء الله يعجبكم، يعني حاجه في السهل جدا. هو مؤلف جديد بس حد جميل يعني، استاذ احمد الشحري واستاذ حسن الصياد، ومخرج العمل برضو انا بحبه على المستوى الشخصي، حد مجتهد جدا وحد من الناس المحترمه قوي، الاستاذ ابراهيم نشأت. والاستاذ وائل علاء طبعا صديق شخصي ليا من قبل خالص بدخل في الانتاج، فهو اللي عرض عليا الفكره تمام، وبداوا جابوا الورق، هم حتى اللي جابوا الورق هو استاذ ابراهيم، انا ما اعرفش حاجه على الموضوع، وقعدنا على الورق شويه مع بعض وبداوا هم يشتغلوا على الورق وبعدين كده اشتغلنا. حضرتك اخترت حد بعينه من الممثلين؟ لا ما اخترتش حد خالص، انا ما كانش ليا اي اختيار في اي ممثل نهائيا. عملوا ايه بقى معاك؟ حد فيهم زهقك في حاجه؟ لا لا لا، هم كل العمل كله كان ناس جميله وناس محترمه بجد يعني بامانه، عشان احنا بنتعامل معاهم كويس، فهو الناس كلها ما حدش ابدا يعني، كانت الناس كلها ملتزمه في التصوير في المواعيد، ما كانش في اي مشاكل من النوع ده خالص. والله اترشحت من قبل المخرج الاستاذ ابراهيم نشأت، وسعيد جدا ان انا بشترك في فيلم كله شباب، مخرج ومنتج وشباب ممثلين، وفي نجمه علا غانم، يعني بعتقد وائل علاء هيبقى حلو جدا في الفيلم ان شاء الله. مفاجاه الفيلم بيومي فؤاد، ويعني عندنا ناس حلوه كتير في الفيلم. والله هو بتحصل مشكله بيني وبين علا، بنروح الاسم، ففي الاسم بقى بتحصل يعني حاجات احب ان هي توصل يعني والناس تشوفها، و يعني اكيد هنفهم حاجه يعني ان شاء الله. جايه بارك لاختي والبقيه الكاست كله، الاستاذ محمد القاسم وعلاء وعلاء وكله يعني كل الكاست، وعايزه اشوف الفيلم الشوقه اشوفه، لان ناس عامله دور بنوته بلدي وعايزه اشوفها. عايزه اقول لهم مبروك ويا رب بالتوفيق، ويا رب يبقى فيلم جميل ومولد نجم جديد اللي هو وائل علاء ان شاء الله في الكوميديا. مبسوط لهم جدا، وجاي اقول لهم الف مليون مبروك، وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وسوق جديد ووقت جديد قوي ان حد ينزل بفيلم دلوقتي، فان شاء الله يكون فيه الخير كتير ان شاء الله. والله انا مبسوط طبعا النهارده معاهم، واقول لهم الف مبروك وان شاء الله تكون حاجه كويسه يعني. وانا جاي لصديقي استاذ ابراهيم المخرج، وانا عملت معاه فيلم قبل كده.